عشق المراجل نعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل ولا به مجامل ولا به مجامل تنافس على الاول ولا به مجامل بخير مشاهدينا الكرام من هذا الكيان الجميل كيان قناة الواقع أشكر الإدارة وأشكر المشرف مسفر برميث على إتاحتهم الفرصة لي أن أقدم هذه الفقرة الجميلة. أخوان المتشابهين وينكم؟ تعالوا كلكم. مرحبا يلا حيهم. أرحبوا. وسلم عليهم استاذنا. أرحب يا عبد الله. أرحب أرحب. كيف الحال؟ طيبين؟ مرحبا وسهلا. أرحب أرحب يا ابن أخي. الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. ارحب هلا ابو باس التوفيق. وين العيال الباقيين؟ بيجوا يا عيال تعالوا. كيفك يا ابو شيد؟ ايش تبي؟ ارحب يا ابو عبد الله. الشخص المناسب في المكان. شكرا لك. المناسب. شهاده اعتز فيها ابو عبد الله. الله يوفقك السلام. اللهم امين. والعيال باقي احد؟ نعم يا الرب تعالوا عجلوا علينا. اليوم نباه تحدي قوي. نباه منافسه قويه اليوم. شوف مسعد. ايه ترى مشعل في نقاط ولا لا؟ اكيد. في نقاط وفي علوم زاهية. ارحب يا حي شخص مناسب لك مناسب حب شلهم طيبين باقي احد وراك ايوه تعالوا بسرعه تمام ارحب ارحب على تقريب يا ابو ارحب نورنا بو يلا حيهم مرحبا شكرا 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 شهادة اعتز فيها شكرا شكرا لكم يا الربع مجموعة وليد يسار مجموعة مسفر يمين تحدي اليوم تحدي منافسة قوية وين علي مناحي وين والربع وين من باقي ارحب يا ابو محمد تعال ارحب الله يصبحك بالنور يا ابو بدر ثاني شيء طال عمرك الرجل المناسب في المكان المناسب الله يرفع قدرك يسلمك والله ثالث شيء طال عمرك حنا نتمنى من الاداره العزيزه ما عاد ما حد يقدم الفقرات الا المتسابقين يجي فيها طاعم وحيويه الله يسلمك والله اني صادق جزاك علمك زين يا ابو بدر حنا اللي نقدم الفقرات سلامتك يلا طيب يا الربع شكرا يا ابو محمد شكرا اسمعوني فرقة وليد وفرقة مسفر نبغى تحدي اليوم قوي فيها النقطة الصفراء اللي يضربها في النقطة الصفراء يطلع على جنب تصفيات وانا بخليها تحدي قوي لان الحين احنا اليوم كم راجل 57 اكيد ان في بعضكم قد تعلم وقد عرف بس باقي بعض العيال ما جاوب يا عيال تعالوا انت مع مسفر يلا بنبدا بك يا ابو محمد اعطني هذه